طيب السيد النائب، لو فهمنا هذه الإفادة، هل هي دعوة لعلاقة خارجية كالمواسم وكالطقس تتغلب حسب مصالح السودان التي قد تتجه غربا قد تتجه شرقا دون حساب للتقاطعات ما يعرف الآن بالأحلاف والمحاور في المنطقة؟ هل تستطيع دولة مهما بلغت من قوة وثبات ورسوخ واستقرار أن تبني علاقات خارجية موسمية؟ هل هذا ممكن؟ وهل يتوافر السودان على عناصر لتحقيق مثل هذه السياسة؟ وعطفاً على هذا الحديث، النظام السابق نظام الإنغاز اتجه شرقاً واستطاع أن يستخرج البترول غض الطرف والنظر عن ما حاق بهذه الثروات. هل هنالك نية رغم إفادتك عن موسمية وأهمية الموسمية، لو نحن فهمنا هذه الإفادة، هل هنالك نية ونحن في علاقة حرب الآن؟ أنا أعتقد الآن العلاقات الخارجية الآن السودانية يمكن أن تصب بأنها علاقة حرب تميل حيثما مالت موازين المصلحة. هل نحن قادرون على بناء علاقات تؤسس لعلاقات طيبة في المدى القريب؟ نحن نتفائل أن لهذه الحرب أمد ونهاية. وأنت أشرت إلى استقبال دول لقائد الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، وهي قوى مناصرة وحليفة. هل كما يتردد في بعض مجالس الخبراء وقيادات سياسية حتى وتنفيذية أحيانا تنادي بالمعاملة بالمثل، هل في نية الحكومة القائمة الآن أن تنحو للمعاملة بالمثل باستضافة معارضات أو قيادات عسكرية في دول الجوار؟ طيب، أنا أول حاجة ما قلت أنه علاقاتنا مع الدول تكون علاقات موسمية، ده يعني لا يمكن. أنا استعملت كلمة استراتيجية، أعني بالاستراتيجية أنه أنت لازم تكون عندك استراتيجية في هورن أوف أفريقيا، في القرن الأفريقي، أنا كيف تتعامل مع الدول بتاع القرن الأفريقي. دي استراتيجية بعيدة المدى واستراتيجية رابعة وثابتة، وكيف تتعامل مع دول الجوار الأخرى، وكيف تتعامل مع الإقليم، وكيف تتعامل مع العالم. دي لابد أن تكون استراتيجية ثابتة في برنامجك الثابت في الهناء. في 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 أثناء ممارسة هذه الاستراتيجية هنالك قد تكون في تقاطعات وفي تغييرات، هذه التغييرات لا تلقي الثوابت. الثوابت دي قاعدة في محلها، الاستراتيجية بتاعتها قاعدة في محلها، لأنه أنت بعد ده بيجي الجانب التكتيكي. أنت ممكن تخطئ في الجانب التكتيكي مرات ومرات وتصيب، لكن لو أخطأت في الجانب الاستراتيجي اللي أنت وضعته فدي نهايته، لأنه أنت ما ممكن تعيد الجانب الاستراتيجي بسرعة، لكن تعيد الجانب التكتيكي بسرعة. فزي زول عنده منيو في ده المطعم، خلاص عندنا المطعم وعندنا كل اللي هنا في المطعم، لكن أنا داير آكل شنو؟ خلاص أنا ده المطعم عرفته؟ داير أشيل شنو في المنيو ده؟ ده هو اللي أنا بعمله، أشيل حاجة كويسة، أشيل حاجة صغيرة، أشيل حاجة كبيرة، دي مهمتي أنا. لكن المطعم لا بد أن يكون هو موجود في محله عشان أنا أجيه تاني بكرة. مثلا النادي ده أنا محتاج له أجيه بكرة، لكن أقعد في الشمال أقعد في اليمين دي حاجة تانية، لكن النادي ده لازم يكون هو موجود في الموقع ده بالذات، لأنه ده الموقع اللي أنا استرته أنه يكون فيه. طيب أجي أعمل فيه حفلة، أجي أعمل فيه اجتماع، أجي أعمل فيه ندوة زي دي، this is something else. لكن لابد أن يكون عندنا استراتيجية في هذه الدنيا. بالنسبة للدول المعاملة بالمثل، يس المعاملة بالاسم موجود، لكن متى أنت تتعامل بالمثل؟ وإذا أنت تعاملت مع المثل كيف يؤثر مع الاستراتيجية بتاعتك، الاستراتيجية العامة بتاعت هذه علاقتك مع الدول الخارجية؟ دي مهمة جدا جدا أنك تتعامل معها بهذا النوب وبخطة مدروسة وبخطة. والسودانيين يعني ديل السودانيين شطار خالص، لكن الشطارة بتاعتهم دي ما بيسهر في دولتهم، بيسهر برا. الخليج ده بنو السودانيين، منو بنو السودانيين، وكل الحاجات دي بنو السودانيين، لكن لما يجوا في دولتهم، الدولة بتاعتهم دي ماشية كل يوم لورا، كل يوم لورا. يعني السودان اللي احنا بنعرفه سودان الستينات، لو قارنته بيوم الليلة أنا أفضل سودان الستينات، أفضل سودان السبعينات، لكن ما أفضل سودان ال whatever it is. يعني كل وقت هو سودان متراجع ورا. ليه؟ لأنه ما شغالين إن إحنا باستراتيجية معينة. فأنا يعني بفضل إنه يعني ال
العلاقات دي ذاتها نستثمرها في اشياء، حتى في السلم، حتى في الجوانب العسكريه، حتى في الامن القومي، دي كلها مهمه جدا انه نستخدمها. حتى في الوقت الحالي ده ممكن نستخدم هذه العلاقات اللي عندنا استراتيجيه معينه برضه نستخدمها في الوقت الحالي.